الجهاز اللي جاي هو راخر يتقتل يابا. جرى ايه يا بنتي يا سمارة؟ مالك يا بنت؟ شايلة طاجن متعويس ابوكي وزعلاه. يا بنت ما تخافيش، ده العرسان وراكي كده. رجلهم حفيت من الطلب عليكي، وكل واحد فيهم يتاقل تقله بالذهب، امال ايه؟ ومفيش اي واحد في الحتة يقدر يقول لواحد فيهم تلت التلاتة كام؟ مش يتقاتلوا. قصدك مين بالكلام ده يا ام؟ هيكون قصدي مين يا بت؟ المعلم فتوح والمعلم سلطان، رجالة واسياد الحتة، وكل واحد فيهم يا بت يا سمارة الفلوس اللي عنده تسد عين الشمس. قطع ده على ده، قال على رأي المثل، كلب ابيض وكلب اسود قالوا كلهم كلاب وبيهوهو. بقى عايزة سمارة نورت الحتة تتجوز تاجر مخدرات. عاوزه رايي يا سماره اتجوزيهم هما الاثنين، بس شوف هتتني مين الاول. تصدق يا متعوس على خايب الرجا ان انت اول مره في حياتك تقول حاجه عدله. ده انا بس بقوق بالكلام عشان الحاره تنضف منهم ونخلص منهم واحد ورا الثاني. ليه يا راجل؟ تعبينك في ايه يا سبع البرومبه؟ طب يا ريت يا ريت سمرة بنتي توافق تتجوز واحد فيهم وهي تشوف السعادة والهنا كله. أشوف السعادة والهنا كله؟ ولا أشوف الوكسة والخيبة كلها؟ وكسة؟ وكسة إيه يا بنت؟ يا بنت اسمعي كلامي، بقول لك كل واحد فيهم الفلوس على قلبه قد كده، مش زي أبوكي الفلوس تشوف وشه ويركبها 600 عفريت وتعمل لنفسها زار وتجري. ما الفلوس كانت كتير وقت العتت بعزقي فيها يمين وشمال، امال انت اتجوزتيني على ايه؟ ولا خلاص نسيتي؟ يا ريت يا ريت يا متعوس انسى الوقعه السودا واسمتي المهببه معاك. اسمتك انت السودا ولا اسمت انا؟ ايه؟ القلب يابا انتظر يا دنجل. والله وحشنا الشغل قوي يا معلم. شغل ايه يا معفن انت؟ شغل ايه يا ابو مخ الزنخ؟ انا غلط بتكلم على الحب. وانا بتكلم عن الشغل يا معلم، وحالنا اللي نايم احنا وزباين. صباح الفل يا معلم فتوح. ازيك يا ساعة؟ صباح الورد. ازيك يا عزيز؟ ساعد ازاي؟ بقول لك يا ابو علي سيب اتنين شايلين انا يعني هجيب يعني العازم معلم ساعه. تشكر يا حسن. يلا تعالى عاوز ايه العباره يا معلم؟ الشغل نايم ليه؟ انا عارف السلطان بيقول ان سعاده البي مش فاضي اليومين دول للشغل. طب وبعدين؟ ده انا ما عنديش بضاعه. شوف لنا ان شاء الله حتى وايه عند المعلم سلطان. سبقتك. عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قال لي خش افتح المخزن لو لقيت تمنية يبقى لك الكلام. واحنا نفضل كده تحت رحمة سلطان؟ احنا مش تحت رحمة اي حد. سلطان ده مجرد مرسالج يعني، يروح يجيب لنا البضاعة ويجي وخلاص. ما احنا برضه يا معلم ما نعرفش الراجل اللي اسمه سعادة البي ده بيحاسبه بكام. تقصد ايه يا سعد؟ اقصد يا معلم ان احنا كمان نشوف لنا سكة مع سعادة البي. انت عارف ان سعادة البي سدت كل السكة. يا معلم ندور يمكن نقدر نوصل. بعدين بقى لما نغلط ونقول يا ريت اللي جرى مكان. وشمعنا يعني اختار سلطان يبقى الواسطه بيننا وبينه؟ طب بالراحه بس وطي صوتك عشان الواد حسن جاي اهو. احلى شويه شاي الاحلى معلم سعد. يدوم يا حسن. عاجبك يا حسن واقف الحل اللي احنا فيه ده؟ هضل اهو ده حكمته يا معلم سعد. هنعمل ايه بقى؟ حكم القوي على الضعيف. قوي ايه وضعيف ايه؟
والله الواحد ما عاد عارف مين القوي ومين الضعيف.